أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلا إن ما شوحنا رب العالمين هيا كتاب كما عيسى اللي يراهدو عقيدة الطحاوية كتاب كاسي وكتاب عقيدة كهاللهية عقيدة كهاللهيان وعقيدة السلف الصالح سلف كيسو بناء عقيدة سيو كهاللهية كتاب كان إمام كقري مقعيس وأحمد بن محمد بن سلامة كن يدي سنوحا ليدا هذا أبو جعفر وحان الله نسبيا مقالة إدهان ضحيئة oo magaaladaas oo arriga marsan masar ka tirsan ayuu sheekha ka soo jeedaa sala adigaad baa dhaawi loo yaqaan ee sheekhu qabiiladiisu waa asdi madhabka uu ku amal falo waxa weeye madhabka imaamu abi xaniifa sheekhu wuxuu door badan ku lahaa oo aan ku ahaa imaamu taxawi xagga xadiidka iyo fiqiga فقياسه على مذهب الإمام أبي حنيفة إمام كان وحال دل إمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن تاريخ ذو مركة هيد أن لابا قل صدن يسقالك وحونا دنتي صدح بقول لباتني يكوغي تصانيف رب ذنبو إمام الطحاوي إسلام كو ألفي أن تصانيف تسوحا كمد مشكل الآثار شرح معاني الآثار با كمضة مراقب أبي حنيفة با كمضة أحكام بالقرآن با كمضة شرح الجامع الكبير با كمضة على كل حال إمامك كتابك قروا إمام وين أو باع كله أرمها إسلامك شيخ كتابك وحو نقصه بندق الدونة ونقبر الدونة عقيدة وحي إلهي كرم إسنايين السلف كالصالحة كتاب كيسان يا الرسالة دي سان وقري عقيدة وكقري شاق وحا وافقي أفرت مذهب علماء دي سبا قبول بوكلا كل ما وين أقبلين إمام الضحاوي كتاب كيسان وانا عقيدة السليمة وحا ننقان دوننا ونأركي دوننا وحا قرد الرعصا سلف كي أولو تشيد النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحاب تيسا عقيدة ده قلاد الرعسن بانوغان دونا يو كدقن كتاب كان انا كبران دونا وعان اقنهي اناي كوان عقيدة ده يفاسد كتايا بعض الكهل وبعض الكهين كتاب كان شراح سارتين لكن مطنقي كهر ماني يا شيخ كتاب كيسي الله انو قد كبحا كدالا نيسا وانا كسو ارتدان اول بدا اسمين اوافق سنين waxaan ka cudu daaranayaa waqtiga iyo meesha aan hadda wana kitaabkan ugu talagalnay oo iska gaagaaban in aanan si dadku aanan ku dheeraan karin marka insha Allah waxaan jecel lahayn si kooban inaan u soo jeedino bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahi ilaahi magciisa aan ku bilowdaa allah soo ar rahmaan in naxariistan naxariis caam ah allah soo ar rahiim in naxariistan naxariis gaar ah sida ay tahay washeeqa wuxuu ku bilowday bisinka nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam xadiidkiisa iyo sida waajibka sanaaciga ay tahay in bisinka lagu furuurtashay kastoo la bilaabayo waa amr nabiga sallallahu alayhi wasallam kasoo fulay hadaan sheega lagu bisinkii laga tago inuu baraka aan noqonayo oo wax baraka u yeelanaynin ayaa soo aroortay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقضع وفي رواية فهو أبتر وفي رواية فهو مجذوم حديث كاسا دليل آه قال المؤلف مؤلف كوحو يري رحمه الله وإمام الطحاوي هذا كان ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة عقيدة عقيدة داس عدين تيادا عدين تالا حسيد دي ديوي هل شاق ووحو ليه يهميد كاني وحاوي عقيدة دي أهل السنة والله عدين يودتك الله عدين هايو أيهلكن كل شيء يهو إمام الدحاوي ليه
marka wuxuu ku ishaarayaa waxa risaaladiisa ku qoran ayuu ishaarahaya oo wuxuu ku yiri hadaakani ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة سنة هي جماعة جماعة أهل كود أهل كعقيدة ذا عقيدة ذا عدين تيا ذا عدين تا للشيء دي دوي على مذهب الملة على مذهب فقهاء الملة دين تا فقهاء ذا فقهاء ذا مذهب كودين اللغو الشيغو أنا وحول يا شاق وماشا وحن كوع الدين يا عقيدة أهل السنة والجماعة مركل لي يا أهل السنة وحلوت يا طريقة محمدية ذوي أهل الجماعة مركل لي شيء أنا وصحابة يا تابعين تي يدك يكدم بي والنبي عليه الصلاة والسلام عقيدة دي سالم كعقاتي هدي لكن ما عن لا إسكيد لا قرون تهري علماء يهري وحي ويقانان أهل السنة والجماعة وحي ويا الأشاعرة والماتريدية ويسيد المحدثين تيفق هذا أي قاتين مركع عقيدة أسان شيق يا أبو كلية هاي على مذهب فقهاء الملة دين تا فقهاء ذا يعني كو الدين تا إلهي سبحانه وتعالى فقهاء ذا لغو مقعابه مذهب كوذان كحر الصحياء وكو الشيق هيا أبي حنيفة أهكاس النعمان النعمانها أبو حنيفه نعمان كاسو بني ثابت لنا ثابتها نعمان كاسو الكوفية كوفلو نسبي يعني وحاوية وحان كو شيغي يفق هذه ومقع عاوية ومذهب كواسي وكو عمل فلي إمام كووين أبو حنيفة أيو مقع عاوية ووحو ليه هاي عقيدة دي أهل السنة أنا شيغي يفق هذا مذهب كوذان كو شيغي يفق هذا سوى أبي حنيفة إمام كوين أبو حنيفة اللي رادين أغنى مذاهب تعفر تامد كأقوين إنو يهي إمام كاسو الله دالي سنة دي سديتنات إمام كاسان كشيغ يا أبو ليه دريق دي سي يقاب كوها وأبي يوسف أبو يوسف أه يعقوب يعقوم أه أبو يوسف كمجعيس يعقوب كاسو بني إبراهيم إنا إبراهيم أه الأنساري ران سارلون نسبي وحان كلان تو كشيغ يا فقهاء هو أبو حنيفة ومذهب كأي ماذا أفرتانين كأوين أه يا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنساري وكأه تلميذ كأبو حنيفة أبو يوسف وصاحب أبو حلوية كأن صاحب الإمام بلدها كتب أبو حنيفة يا مذهب كيسنين كأدو فافيه ويه كمذهب كيسان كشيغ يا أبو ليه وأبي عبد الله يا أبي عبد الله محمد أبي عبد الله جس محمد كاسو ابن الحسن إن حسن الشيباني قبيل كالشيبان الله دولون سبيي يا محمد بن الشيبان وأصلا كم إذا علم ذا وأوين حنفي ذا إمام الشافعي مشايخ ذي سنة كم إذا كواسي مذهب كوذية وحي سيدين تكفهمين أفهمين بانكو شيء يا أبو ليه marka saddexdan sheekh suu magacaabay waa madhabka ahaan xanafiyada sheekh nusan sheekh sheegnay xanafi buu ahaa kuyooyinkoodii magacyadoodina waa la israaciyay abu xanifa magaciisu waa nucmaan bin thabit abu yusuf magaciisu waa yaquub bin ibraahim abu abdullah magaciisu muhammad ibn al-hasan ash-shaybani way ridwanullah ilahi radaanshiisa alayhim kuwa dushoodaha aad u ajmaciina dhamaantood intaaba ilaahay u naxariistay buu leeyahay sheekh وما يعتقدون وهذا كني ذكر ما شيء شيء ديسوي ما قال يعتقدون أي رميسناين علماء داس من أصول الدين الدين كأسلذي سنة كرميسناين أو يدينون أي كذا قن يلنا ين به ما قال لرب العالمين عالمين ترب قد أو إلهيا وحي قد قن يلنا ين كي أراك وعثمت وهذا كني ذكر ما شيء شيء ديس ويعتقدون ما قو يعتقدون الرميسناين علماته ومن أصول الدين الدين كأسل الذي سأ أصول شهد شيقه وشيقه أصول الدين أولي هاي وجمع أصل هذا نوحا اللوتي ذا أصول شاسي العقائد الدينية وي وعقائد الدينية اللوتي ذا ووحر ذا أصول الدين ثلاثة وحاوي قيب إلهيات ككه الله يسا يا قيم نبوياتك الله يسا يا قيم سمعياتك الله يسا
marka saddexda qaybood oo usuluddiinka uu ka kooban yahay oo qaybta ilaahiyaadka qaabilsan iyo qaydka ambiyada qaabilsan iyo qaybta la dhaho samciga oo sida naarta iyo jannadii wax laga sheekaynahayo oo maqalka ku dhisan saddexda qaybood waxaa looga hadlaa usuluddiin la yidhaahda. Marka midka usuluddiinka madaahibta afartu way isku waafaqsan tahay oo culimmadu way ka midaysan tahay usuluddiinka, ha lagu kala tago furuucda oo farcu dadku waa ku kala tegi karaa, laakiin oo fiqiga ah, laakiin usuluddiin culimmadu way ka midaysan yihiin oo waa niman ka midaysan afarta madaahibba. ويدينون ويغدق أن يلانا ينبيه معقب لرب العالمين عالمين تربي قوضو إلهي سبحانه وتعالى لأسى رب العالمين كلا وحي يعني كر ما يصنعين وقيبت نادى إلهيات كإلهي وحي واجبي إلهي وحي كمستحيل يوحي جائسة الله أهلايا قيبت النبويات كان وحان الله أهلا وحان أنبياد واجبي يوحان الله أقلين يوحان بنان سبعيات كوحان الله أهلا يوحان مقلينو النار يجنو يوحان لمدكا إن عندها لصارين saddexdaas oo usuluddiinka uu ka kooban yahay waxay ka rumaysnaayeen baa lagu soo bandhigayaa meeshan. Intaas marka waa gogol dhigasho. Qaala almu'allifu raximahullah, mu'allifka wuxuu yidhi imaamu jacfar, naquulu waxaan dhahaynaa annagu fii tawxiidillaahi ilaahay tawxiidkiisa waxaan ka leenahay, muctaqidiina xaal aan nahay kuwa rumaysan, bitawfiiqillaahi ilaahay waafajintiisana ku rumaysan. waxaan leenahay ina allaha ilaahay waaxidun keligii wey, laa shariika wadaag lahu ilaahay uma sugnaanin. yacni sheekhu wuxuu leeyahay wuu bilaabay cilmi caqaa'idkii, wuxuuna ka bilaabay tawxiidka ugu horeeya. sheekhu marku wuxuu leeyahay annagu waxaan leenahay fii tawxiid illaahi tacaala waxaan ku leenahay, muctaqidiina xaalaan nahay kuwii rumaysan. oo markaas muctaqidiina wuxuu ku saarayaa nafyun linnifaaqi wa taxqiiqun liliimaan weeye, waxa afka baarkiisa in laga dhaho qalbigana ayna jirin taasuu diidaya. wuxuu leeyahay annagoo muctaqidiina oo rumaysan, saa nifaaqu waxaa weeye asagoo alictiraaf lafdi weeye, carabka in wax laga qiro asagoona la xiriirsanay ictiraafkii qalbiga ahaa. taasuu sheekha diidanya wuxuu leeyahay muctaqidiin annagoo qalbi iyo afkaba ka qirayna waxaan leenahay bitawfiiqillaahi ilaahay waafajintiisana ku rumaysan oo ku caqiidaysan. bitawfiiqillaahi markuu leeyahay sheekhu wuxuu ku tusinayaa caqiidada ahlu sunna oo la qaato oo say tahay loo qaato wax dadka ay la imaan kale inayn ahayne, qofku ilaahay waafajiyo inay tahay wey, maxaa yeele wusuulka la gaaray ila tawfiiq oo qofka tawfiiqda uu gaaray yakuunu bitawfiiqillaahi bay culimmada dhahan. waxaa weeye tawfiiqdaasna waa hidaayada ilaahay uu kugu hanuuninaya madhabka ahlu sunna waljamaaca. ilaahay subxaanahu watacaala kuwaas dariiqadooda uu kugu hanuuninayo. marka annagoo ictiqaasan haddana weliba tawfiiqda ilaahay arrintaa ay tahay waxaan leenahay ina allaha ilaahay waaxidun keliyi wey, yacni ilaahay waa keliyi marka la leeyahay fii daatihi buu keli ilaahay ku yahay, wa sifaatihina keli buu ku yahay, wa afcaalihina keli buu ku yahay. marka la leeyahay ilaahay daatadiisuu keli ku yahay, waxaa loo jeedaa daatada ilaahay subxaanahu wa tacaalaa murakaba ma aha. annaga hadda daatadeenna way isa saasaaran tahay, timo, lafo, lugo, ciddiyo, jir, hilib, waxaasa iska saarsaaran tahay ilaahay. laakiin subxaanahu wa tacaalaa asagu keligii weeye oo daatadiisa keli uu ku yahay wax kula mid ah ma jiro. xagga afcaashana ilaahay keli buu ku yahay, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala afcaashiisu samooyinkan uu abuuray iyo dhulalkan uu abuuray iyo cirarkan uu taagay wax la imaan kara afcaashaasi ma jiro wey. ilaahay wuxuu kaloo keli uu ku yahay oo nala wadaagsanaynin subxaanahu wa tacaala sifaatkiisa. cilmiga ilaahay oo kale wax lama jiro, qudrada ilaahay oo kale wax lama jiro, ilaahay subxaanahu wa tacaala keli buu arrimaha ku yahay. laa shariika wadaag lahu ilaahay uma sugnaanin, wax wadaag la yidhaahdo wax la wadaagsanaya ilaahay male subxaanahu wa tacaala. yacni shariik mid ilaahnimada la haysta ilaahay ma jirto. xagga daatada shariik wax kulaa ma jiro, xagga sifaatka wax shariik kulaa ma jiro, xagga afcaashana wax kulaa ma jiro wey.
waxdaaniyadu marka waxaa la dhahaa sifatu salbiya oo culimadu ilaa saddex nooc waa inaga hadda usoo kala qaadnay oo xagga sifaatka waxa looga jeediyo xagga afcaasha iyo xagga daadkaba. wuxuuna sheekha middaasi kugu tusinahayaa waxa la yidhaahdo tawxiidku ku sugayaa sheekha middaasi, oo tawxiidku waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaalaa tawxiidkiisa inuu mid yahay baa lagugu caddaynayaa. ma qaybsama tawxiidka walaalayaal. meeshaan waxaa laga qaataa culimmaday ka bixin jireen shuraax badan oo xagga tawxiidka inuu qaybsan kala ah. waxaana leenahay tawxiidkoo la qaybiyo waa bidca mutaraqaca oo yacni layska baan abuurtay oo la yska bilowday, weeye culimmadeenana waqti badan iyo juhdi ku bixisay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ha ka abaalmariyo oo raddi in badan iyo kutub badan ka saniftay inuu tawxiidka mid yahay. haddii uu tawxiidka qaybsamayo qur'aanka kariimka laga soo dhex saaraan leenahay, axaadiista nebiga ka soo aroorta laga keeno, culimmada salafka hal nin oo ka mid a oo yidhi hal la keeno waaka kitaabka u horreeyaan la joognaa, ayagu halkaa markay marayaan bay tawxiidka qaybiyaan. sheekhan hadda tawxiidka miyuu qaybiya maya, ayaga marka halkan marayaan bay qaybiyaan. markay xisaabkaas baadil weyaan, anagu waqtiga culimmadeenna waqti badan ku bixisay oo waqti iskala sii qaadi mayno, laakiin waa shay laga caafimaaday oo daawadiisa culimmada bixisay, kheyrna allah ka siiyo. qaala almuallifu raximahu llah, mualifka wuxuu yidhi walaa shay-a shay ma jiro shaygoo mithluhu ilaahay la mid ah, shay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa la mid ah ma jiro. hadalkan walaa shay-a mithluhu taakiidun limaa qablahu weeye wixii ka horreeyay unbuu adkaynayaa. waxdahu laa shariika leh walaa shay-a shay ma jiro shayga oo mithluhu ilaahay la mid ah ma jiro. wax ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nooc iyo wujuuda mid ka mida ka shabaho ma jiro. waxaa lagu leeyahay ama qayb baa layska shabaha ama dadka meel kasta way iska shabahaan, laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dhinac kastaba makhluuqaadkiisa iyo addoomihiisa wax ilaahay ka shabahay subxaanahu wa tacaalaa ma jiro wey. walaa shay-a shay ma jiro shayga oo yucjizuhu ilaahay karid waayid ku ridahaya. muctazilada iyo ahlubaadilkaa lagu radinayaa oo waxa weeye shay la odhanaya ilaahay shaygaas uu kari waayey oo awood buu u waayey ma jiro. muctazilayu waxay leeyihiin ina allaha laa yastatiic, ilaahay ma awooda inuu abuuro cabdiga waxyaalaha uu la imaanahayo, oo ayaga dhaha addoonku waa iska mudlaqo, waa iska sii daysan yahay. arrintaa marka baadil weeye, halka ma jiraan weeye. ilaahay subxaanahu wa tacaala waan arki doonaayo sadaacada noogu imaan doonaayo cashirkaas, wax kastaba asaga abuuray, waxaa ka dhalan lahayd hadalkooda haddii la dabagalo la raaco. adduunka inuu ka dhaco wuxuuna ilaahay ogoyn, addoonkana uu ilaahayba ka deeqtoomaa ka dhalan lahayd. marka shay ilaahay cajis gelinaya oo laleeyahay ilaahay shaygaa uu kari waayey, arrintaa ma jirta wey. walaa ilaaha ilaah ma jiro ilaahaasoo kayruhu ilaahay kayrkii ah, ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ilaahan ahayn ma jiro weeye. ilaaha subxaanahu wa tacaalaa ikhtiraacday, ibtidaacday dhulkan iyo samooyinkan iyo waxan oo dhan, kaa unbaa ilaahay ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaalaa mid la fil ah ama mid asaga kayrkiisa ama lala caabudo ma jiro, saasuu sheekha leeyahay. qaala almuallifu raximahu llah qadiimun bilaa ibtidaa'in daa'imun bilaa intihaa'in laa yafnaa walaa yabiidu walaa yakuunu ilaa maa yuriid. subxaana allahi wa bixamdihi astagfiru allah waatubu.